المرأة هذه من اللي جات الرسالة الملكية كان يدينا لاحظنا واحد الحاجة خصنا نقولوها، ما بقاش شقاق في المجتمع المغربي اللي نقولوا يقسم الصف المغربي إلى قسمين. سبحان الله كان قبل 2002 قبل كان باش كان تعيين السي محمد مشتاق الأخير كلجنة التحكيم الملكي كان عايز السي مستمع يجمع أطياف ديال الشعب المغربي، كذلك الخطة الوطنية لإدماج المرأة للتنمية بينت واحد الشقاق كبير بين الصفوف المغاربة. علاش؟ لأن احنا في الحقيقة كنشوفوا واحد الصف غادي وكنعتبر ديك الصف لا يمثل واحد النموذج الوطني وكيتبع نموذج وطني، فبالتالي كان واحد الشقاق اللي كندخلوا في السياسة هنا في هذه الرسالة الملكية تحيد الأحزاب السياسية كما قال الأستاذ المحترم قبل قليل كان قصدي قالت الدستور 41 الملك عنده الحق الديني في المغرب يعتمد مباشرة على الاجتماع ديالهم. إذا في إطار هذه المسألة هذه في إطار هذا الجو هذا نقول بأن الشعب المغربي تقبل هذا المقترح ديال التعديل لم طرف جناح يميني، يعني نقول بأنه نعود أنه متحفظ بتوحيد الإصلاح قال استعداد ديالو أنه في عناصر نضرب مدونة، كذلك الجانب الآخر قال في سنة التعديل لا يهم، أنا أرجوكم لا يهم أننا واش تكون هذه الفكرة صحيحة في التعليم ولا تكون هذه، خصنا النقاش نسمو به. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان كيجلس مع الصحابة كان يستشيرهم في أمور دنياهم، وكان عنده ماشي مشكل يمشي مع عمر أو لا عثمان أو لا علي، لو اتفقوا ثلاثة كان يمشي معهم ثلاثة مهما كان رأيه. فاحنا هاد التعديلات اللي كتصدع التعديل وغير وقع التعديل على التعليم دابا 50 سنة نظرا لأن الظروف كتغير فهاد الشيء ديما غيبقى التعديل، ولكن الآن كان واحد الهدوء في التقبل ديال فتح النقاش. هذه كنقطة أولى كملاحظة أولى كنسجلها، وهي الثالث يعني العقلية المغربية أصبحت حداثية أكثر، لم تعد أي كلمة حول دونة تثير الرعب، فتحيدت واحد الهالة من الرعب اللي كانت حول هذه المسألة. النقطة الثانية قضية مدونة الأسرة والتشريع، هو التشريع ما معنى التشريع ومعنى القاعدة القانونية، القاعدة القانونية هي من أجل خدمة أهداف مبادئ معينة. علاش كنوضعوا القانون؟ كنوضعوا القانون في التجارة باش كنحميو واحد القواعد التجارية المنظمة، كنوضعوا قانون في البحار في السير باش السيارات ما تخرجش بعضياتها، إذا كاين مبادئ كنحميوها، إما السلامة الجوية ولا السلامة الطرقية ولا كنحميو الاقتصاد باش يطلع ولا كنحميو، إذا حتى الأسرة المبادئ السامية اللي بين الأسرة هي اللي كاينة في الدستور. حنا كنديروا قواعد في القانون باش نحمي بها مبادئ، إذا كانت هذيك القواعد القانونية ما غاتحميش المبادئ خاصها تبدل. إذا حنا كنشوفوا بأن المبادئ ما بقاتش كتحمل القواعد القانونية الحالية أو العاجزة عن حماية المبادئ اللي كانت كتحميها من قبل، من بينها النفقة، بينها التشرد ديال المرأة المطلقة، بينها الحق في الزوج كذلك في الحضانة، في بعض الحالات كذلك، إذا كاين بزاف المسائل اللي خاصها إعادة النظر باش نحميو نفس المبادئ اللي كنا كنحميوها، لأن القواعد القانونية الحالية أصبحت عاجزة عن حماية تلك القواعد. كانت واحد القاعدة معروفة هي أينما تم شرع الله تمت مصلحة العباد. الآن بدأ التوسع واحد مبدأ جديد، أينما تمت مصلحة العباد تم شرع الله. هذه مسائل احنا في إطار الدوائر ديال المجتمع المدني عندنا مجلس الإفتاء ديالنا اللي كيترتب جلالة الملك هو المسؤول في الفصل في هذه النقطة هذه. حنا 26 سنة بعطانا شكون اللي كيتحمل مسؤولية الإفتاء في البلد. هو كاين نقاش قانوني على الفصل 400 اللي كاين بين الأسرة تمسك بمدونة المذهب المالكي، ما تمسك بمدونة الأسرة في حالة عدم الفصل المذهب المالكي. هذا نقاش أنا كنقول الثابت هو القرآن هو السنة هو المسألة اللي واش المذهب المالكي هو الحلال أو الحرام. المذهب المالكي أولا مخدوع عليه واحد الملاحظة، سمة المذهب المالكي ما بين جميع المذاهب هو المذهب اللي كياخذ مبدأ سد الذرائع. ما معنى سد الذرائع؟ إذا خدمتي في شي حاجة خصك تكملها، يعني شي شوية فيه واحد سد الذرائع، باب سد الذرائع، يعني إذا كتكمل فيه واحد نوع باغابوغ المذاهب الأخرى.
ما قلش يعام ولا شيء حاجة ولا في الاختلال من رحمة. ليس حراما أن تأخذ من مذهب الحنفية، ليس حراما أن تأخذ. هذه نقطة قابلة لإعادة النظر. إذا المبدأ أنه تكون واحد ترحاب توسع الانفتاح، إحنا ما قلش على المجتمعات الأخرى، أتفق على المذاهب يعني بعد. وفيها الكثير من النقاش وسنجد فيها العجيب العجاب، لا سواء في الحضانة ولا سواء في الزواج ولا سواء في الشروط. جبنا الموضوع مثلا ديال الزواج، شتي هادشي ديال الطلاق اللي كنناقشوا في الحقوق وفي الفلوس، هذا كنسميها مصاريف جنازة، مصاريف جنازة عقد الزواج. المهم ماشي مرة عطيها 10,000 درهم ولا 15,000 درهم ولا 20 ولا 30 ولا 50، هادشي ما غيحلش المشكل. المشكل الحقيقي كيفاش نحافظوا على عقد الزواج من النهار الأول يبقى عايش عقد الزواج. راه ملي خسر عقد الزواج تزعزع عشرة رقم، هذاك الساعة نقول اللي بغيتو صافي راه الفشل ديالي، حنا كنحصلوا الدين ديالنا في المدرسة ولا الأسرة شحال خصو يعطيها عندنا هذه المشكلة عندي. علاش؟ لا المحامي كيسمع من الطرف ديالو كيقول واش نديني واش نديني واش نقصنا واش نقصنا، فكنلخص الدين ديالي في داك الشيء، في حين أنا تنتحرر من ذاك الطرف هذاك ونشوف المنظومة كتقول كيفاش خصنا نتاكدوا بها باش أصلا ما تكونش ديك المشكلة، باش أصلا أنا كنقول حاجة ما يكونش عندي ميل. إن في الأخير الرسالة اللي سنة رسولها يقولوا جدع من في المحاكم. فكان اعتبر أن أول خطأ يدير في القضية ديال الأسرة مش كتكثر من نسبة ديال الطلاق هو ما عندناش ملفات ديال الزواج. دابا مثلا واحد الشخص إذا بغى يتزوج خصو يدير له ملف، أسيدي شحال الدخل ديالك؟ باش في الأخير ملي غنجي النفقة وغنجي الطلاق ماشي غتصرح لي وأنا أنا ما كندخلش داك الشيء، أنا كندخل غير 2000 درهم، ولكن واش المشكل اللي وقع دابا حاليا؟ هو البنو في النفقة. ثانيا خصنا نراعي واحد الأمن قضائي، يمكنش واحد اليوم تكمل 10 مليون ديال المتعة ما خدامش، واحد قاضي تحكم له ب 20,000 درهم ديال المتعة. ما كاينش واحد باري، ما كاينش واحد، ما كاينش أمن قضائي. أنت في يد القاضي يدير بك الليمر وبالقانون. يمكن الحكم شي يتأيد ويزيد ويزيد. هذا فيه واحد الضرر لأن ما فيش أمن قضائي. الأمن القضائي هو الأمن اللي كتوقع واحد الحاجة، أنا تجي عندي كمحامي غنقول له فوالا هاد الملف طبقا هاد معطياتي ونتظر وكذا وكذا وكذا، نقدر نعطيك استشارة. أنا في الملف ما نقدرش نعطيك استشارة قانونية. إذا جا السؤال شحال عندي في المتعة شحال عندي في الملف، الله أعلم كيف القاضي هذاك ما نعرف كيفاش يكون القاضي كيفاش يقدر يحكم. الصراحة هي هذه. وأنت حامي يقدر يجاوبك على هاد السؤال هذا. فخص يكون واحد الملف تزاوج. فيه دخل ديال الزوج. النقطة الثانية هي واحد لين بريمي اوبليغاتوار. أسيدي واش كتسمح بالتعدد ولا ما كتسمحش؟ هذا اللي هو شرط آخر أمور. يتفقوا واش كتسمح بالتعدد؟ أه ولا لا؟ ماشي في الآخر ما يتفقوش يبقاو ساكتين هو ساكت ومن بعد واش ماشي حرام هادشي حلال؟ حنا إذا كنا غنتفقوا على عقد بيع نعملوا الشروط، الدار تكون كطلع على البحر وتكون الشمسة وتكون كذا، ولكن هذا عقد الزواج أكثر أكثر سنة أكثر شروط تكون توضيحية. أجبني عليا من بعد اللي بغيتي شغلك هذاك، أنا جاوبني أنا عاد الجزء عندك نصين عمار. القضية ديال تعمار ديال مجموعة أسئلة اللي هي مشاكل كبيرة كأسباب الطلاق كنشوفوها، خاصها تكون واحد اللي بيتعمر. إما مثلا شحال هذا النفق واش غتسكنها بوحديتها ولا مع العائلة ديالها، لأن المرة تقدر تكون في الأول كتقول لك مع العائلة ديالك ومع كتقول السكن المستقر، بزاف الأسئلة اللي غتحكي فيها القاضي. النقطة الثانية هي أن مدونة الأسرة بعض النصوص الشكلية تماما محاولة صح حالة الأبناء محاولتين للصح. كان كيف دار القاضي يأخر لك من المرة الأولى المرة الثانية المدونة. ماشي الوسيطة صح، القاضي أولا ما كيديرش الوساطة. كان خص وسيط اجتماعي اللي يدير محاولة حقيقية أو نحيدوها، شتي ديال القوانين اللي كدار والنجاعة ما كايناش حتى تحيد. حنا دوزنا واحد التجريب، تحولت مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة أسرة، مشينا مدونة أسرة عشاء، اكتشفنا فراغات قانونية، اكتشفنا نصوص جامدة، اكتشفنا نصوص كتبع، إذا خصنا نحلوا المشاكل هذي، هذه فرصة باش نردو نقولوا غير النصوص اللي كتكتب تطبق بعد. إذا عندنا واحد الحالات كنهضرو عليهم بلا بليبري، كاين وسطات، أنا نقترح من عندي ترى يمكن يكون غلط ماشي مهم يطبق، مهم نوسعو النقاش فيه. أنا فوق هاد المساجد شحال هادي كانوا، حتى في المسيحي كاين واحد السيطة بالزوجة كتجي تشكل في الجامع، ويكون عنده واحد السر ديالو، مبدأ السر المهني يدار له،
وكيتخلصوا على 600 درهم ولا 1000 درهم ولا 10 درهم ويجي من الناس الحرام هذو الناس ديال الصحف. انا ما يجي عندي حتى واحد المحكمه حتى يجيب لي شهاده فاش الصحف من عندك في قيد الجامعه في اطار السريه وفي اطار كذا وفي اطار كذا. علاش؟ هذا في كل شيء دابا المحكمه ما يجيبش المحكمه ماشي ديجا المحكمه ما عرفش راه ديجا ما بقى لا لا ديال التعويضات ولا حتى التعويضات. اذا هو خصو يكون واحد العقد ديال واضح بزاف لي كيستيون اوبليغاتوار يكونوا فيه واحد كيستيونير فيه صفحه ولا جوج صفحات باش حتى الراجل كيحس براسو راه ملتزم بهادي وهادي وهادي ماشي من بعد يقول له مخو يقول له مشي دير هادي مشي. دونك كاين واحد الطمأنينه كاين واحد الامن في هذه الحالات هذه. حتى راه اللي كتكون داخله ماشي كيبقوا 50 ما كيديروش العيال ولكن العائلات كيقول لك انا ما عارفش المرض جوج ديال ما عارفش واش حتى العيال ما تيعملوش يقول لهم بحب. فاذا هذه نقطه. نقطة أخرى حنا طبعا ماشي مع الراجل كاين قضايا ديال الأطفال وهذه قضية خطيرة جدا والمشرع في المدونات السابقة نقص من الرعاية القانونية ديالو واخا كتب في الإشارة في الفصل القانوني المصلحة الفردية ولكن ما عطاش إجراءات عملية باش نحمي هذه المصلحة الفردية للأطفال. فعلا الوصية صحيحة اللي قلتو ولكن حتى في المغرب إذا أجازها الورثة كم الهبة الآن كتعمل ولا تأخذ حكم الهبة إنما تأخذ حكم الوصية وهي هبة قلت معاها هبة وحاز وكذا وكذا. علاش؟ كيكتبوا وما يديا حتى الموت أنا والشرط الهبة الحيازة وأنت كتبوا ما يمكنلكش يديها أو يدي حتى الموت أنا إذا جعلت وصية وخا الوصف هبة في العقد تأخذ أحكام الوصية ومتى تجوز الوصية؟ إذا أجازها باقي الورثة وجمع الورثة الآخرين كنقول واش أنتم قريب باكم عطينا هاد بنيتها ربما حيت هي معوقة ما جاهاش الرجل اللي عانيت باش أنتم موافقين كذا خاص ضروري يجيزوها عاد ديك الساعة كتصبح الوصية مقبولة وقانونية. هذا الأمر معمول به حتى في المغرب قضائيا. كاين نقطة أخرى هو المدونات الأسرة واحد القانون اللي هو اللي يمتد القوانين خاصة قانون الجنائي القانون الاخر الحاله المدنيه وكيعني واحد الزعزعه في القوانين الاخرى. 2013 في مصر واحد الشخص كان عاد خرج ديك الساعه قانون المدونه الاسره 2011 وخرج قانون التجاره المباشره محامي تزوج بعقد عرفي مع واحد الزوجه ثانيه تبع التجاره المباشره قبل ما يتعدى المدونه الاسره كان يمكن كان كاين زواج عرفي يعني فوا كيتبدل ولات مؤسسه كتخلق اثار على قوانين وتداعيات على قوانين اخرى. مثلا حنا عندنا في المغرب المبدا معروف الشرعي يعقل حتى الجنائي الشرعي يعقل الايدين ما يمكنش تحدد المسؤوليه الجنائيه حتى تعرف الاهليه ديال الشخص هذا واش عنده الاهليه بعد الجنائيه واش هو واش هو واش هو عاد كيف تحدد الجنائيه تعرف الاهليه يعني الشرعي دائما هذا مبدا معروف اذا كان الجنائي يعقل المدني فالشرعي يعقل الجنائي. كذلك كنشوف انه من باب المسائل اللي هي داخل القضاء تثير بعض المخاوف وهي ما كاينش واحد النورم اللي ما دام يمشي للمحكمه هو مطمئن. ما كاينش واخا كاين محامون كاين يعطيوك استشارات يديك محامي باش ما عندوش واحد المكانه باش يحددوا لك فوالا جيتي عندك دير بروبليم ها هو فين هو ما قدرش يعطيك نقدر نقول لك نعطيك المجهود ديالي ولكن كاستشاره نخاف نعطيك شي مصداق شي اخر مصداق ما نقدرش لان القانون ما وضحش حوالي تسير وضع في اكتوبر 94 كيقول لك شوف اذا تقيس استيراد المعتمد ديالك هو شحال غاتشد هنا ما وضحش لا قاضي يقدر صح. فهذه نقطة مهمة جدا كخصنا دائما نرجع للنقطة اللي كنت قلت بها هو الملف الزواج. الملف الزواج بحال كنحسو واحد المقاولة بغيناها تعيش. هاد المقاولة كاين واحد الغيسك ديالها بالك طيح بالك كذا بالك كذا كنعمل واحد المجموعة ديال المسائل باش المقاولة تعيش كذلك كنتزاوج. كخصو واحد المجموعة ديال لي كريتير وديال الشروط وديال كذا باش نديروهم. انا كنقول حتى الا ما دارش داك ملف الزواج يدير واحد ملحق عقد الزواج
هذا ملحق عرضي يمكن يدير بعد 10 سنين يدير واحد المره واحد الملف عندي في قنيطرة ومن بعد انتقل لمكناس بعد اختصاص مكناس فيه الزوجه تاخذ المرات وعلى تكلي طلبوها قسما بالله استشاره اللي جات علاش لان هي دخلت واحد الوقت على الشياع عائله كبيره فلوس والراجل موظف والمراه تاخذ الراجل ديالها انا عائلتي كيطلقوني هذا المشكل بسبب الراجل الاول تيتعلم مثلا دافو ماشي معناها في الطاقه ولا مع الراجل الاخر ماشي شنو فكان اقتراح ان يدار ملحق عقد الزواج وجميع الممتلكات تقسم حال الطلاق باقي حد الان ما قدرش يطلقوها داو المراه سيبارا ومع الراجل ولكن في الطلاق كاين كيفكروا يعاودوا يفكروا كيفاش غادي باش يطلقوها فكاين وسائل ديال بلوكاج ولكن ما كنبلوكيوش جميع بروكينا الطلاق ما يكونش ولكن ما خصها تعطيني شويه الزعامه تقرر صافي بروكينا الطلاق هي خصها تستقر مع الزوج هذه حاله فقط ولكن العموم انه تبروك الطلاق ما يكونش بديك الملحق هذاك ولا وقع انه من بعد 4 سنوات من الزواج فكاين حلول فقط هذه الحلول خصها تتضمن بشكل الزامي لان شوف ماشي غير النساء جميع النساء والرجال مقبلين على الزواج نعتبرهم قاصرين لان يعني كاين شي نقاط الزاميه بحال مثلا عقد البيع دابا باش نكتب الثمن ونكتبوا العقار انا كنشري بشحال صافي باش نكتبو اذا هنا في عقد الزواج دابا 600 كذا وكذا وكذا جابوا واحد كيستيون يكون 10 بس الا 5 علاش كل ما قدرنا نحيطوا بالطمأنينه وكذا كل ما الناس تفاهم اذا كانوا ما تفاهموش ديك الساعه ما حتى شي يكون من بعد يمكنوش من بعد فأنا كنعتقد التعديلات ما نقولش نعملو خلع الحمد لله كاين مجلس الإفتاء اللي غيدوز ما هو حلال ما هو حرام ما نشغلوش بالنا في هذا الموضوع هذا حنا عندنا مشاكل كنعاني منها آخر مشكل اللي مازال كنعاني منه واحد الأب ما باغيش يشوف بنته 7 سنين ولدو 5 سنين ما شافوش وفي الاخر والنفقه طبعا ما تيبقاش تيجرجرك في المحاكم ويجي يقول لك الدار اما الاسره حتى تمشي يخلص وملي جات المره باش نقلوا من المؤسسه عموميه مؤسسه خاصه قال لي خص الولي الشرعي اللي هو الاب هادشي ما خصوش يكون وخصو يتبدل القانون وهذاك الولي شاك قلت له خلي المدرسه عموميه والمرأة الجديدة الثانية اللي تجوج بها أكيد غيدخلوا مدرسة كبيرة ما باقي ما كيفاش لكن أكيد غيدير مدرسة يعني المرأة الجديدة ما تخليش يدير مدرسة هذه بالتأكيد هذه جميلة الهوية اللي يعني في عينة منهم وكاين مئات حالات مشابهة القضاة تشافوا واحد النص بغينا نمشيو للفحوى ديالو ماشي اللفظ ديالو مراعاة المصلحة في فضل الطفل والقاضي قال لك واخا المصلحة في فضل الطفل هو الشرعي هو الأمن زعما سير جيبها لي من البرلمان عاد ندير لك فكتبقى هذه المسألة هذه في حدود القانون ضيقة حنا بغينا نخدموا أهداف ومبادئ فعندما لا نحقق تلك المبادئ اللي هي دائما ديالنا بتلك القواعد القانونية خصنا نبدو القواعد القانونية باش المبادئ تبقى دائما كنوصلوا ليها وكنحققوها ديما نعيشوا فيها فيعني تنجموا تفكروا مع التفاعل ديالكم نقدروا نطوروا نقاش اكثر شبابا